عندما أصلي وأغمض عيني أجد أنني أقرب إلى الخشوع، فهل تنصحونني بالاستمرار في ذلك، ولا سيما وأني أجد أيضا أن الوسوسة تبتعد عن وجهي؟ جزاكم الله خيرا. ذكر العلماء أنه يكره إغماض العينين في الصلاة إلا إذا كان هذا لسبب، كان يكون أمامه ما يشغله، كان يكون أمامه ما يشغله من المرائي والمناظر فإنه يغمض عينيه، مع أن المصلي يحب له أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يسرح بصره أمامه. إذا نظرت إلى موضع سجودك فهذا يغنيك عن إغماض العينين، انظر إلى موضع سجودك وهذا يغنيك عن إغماض العينين. أما إغماض العينين فإنه يكره في الصلاة إلا لحاجة. جزاكم الله خيرا. هذه الحاجة التي ذكرها الشيخ صالح على كل الذي يغنيه عنها أن ينظر إلى موضع سجوده. إن شاء الله. نعم إن شاء الله.